عمري ما شفت حد يعمل اللي انت عملته ده. تهرب يوم كتب كتابك؟ ما يا حبيبتي ما انت عارفه شغلي. شغلك؟ انت حتى يا اخي ما قلتليش مبروك. مبروك يا حبيبتي. عموما انا خدت اجازه من الشغل وفضيت لك. خلاص بقى هنفرحنا كمان يومين. انا نفسي بصراحه اليومين دول يعدوا بسرعه قوي يا قوطه. انتوا حبيبتي هيعدوا اسبوعين بس. اسبوعين يا صابرين. هنقضي احلى يومين عسل في التاريخ. يومين عسل؟ قول اسبوع. اسبوعين. اتشي اتشي اوفا اتشي حبيبتي اتشي. لا لا اتشي ايه بس انا في مكان عام ما ينفعش. اتشي هنا ما ينفعش حبيبتي. انا نفسي اليومين دول يعدوا هوا كده هوا. انتوا حبيبتي احنا صبرنا كتير ما جاتش يعني على ال سوري يا حبيبتي. ايوه يا فندم سعادتك. اوامر يا فندم. زومبي؟ مين دي اللي زومبي؟ مش قصدي عليك. حاضر يا فندم حالا حالا سعادتك حالا سعادتك هكون عندك. اتفضل يا فندم اتفضل اتفضل. ما في ايه؟ بص يا حبيبتي اقسم بالله العظيم لو قلت لي وراك شغل ولا وراك حاجه رؤوف ما هيحصل كويس. يمين على يمينك ما انت مزعله نفسك كده. اهدي يا صابرين مش كده. اهدي مش كده احنا صبرنا كتير يعني. بصي اقول لك على حاجه يا حبيبتي. بصي اعتبري ان دي اخر مره هتحصل قبل الجواز. اخر الجواز اخر مره قبل الجواز. خلاص اتشي 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 بقى اتشي بلا زفت. حياتي زياره غريبه يا عم. الغريب اللي انت بتعمله مع بنتي يا زياد. بنتك دي كانت مراتي. كانت مراتك. سيبها يا اخي في حالها بقى، خليها تشوف مستقبلها. ما وعدكش. ممكن اقول لك تمام يا باشا تحت امرك، بس ساعتها بقى هبقى بكذب عليك. انت تعرف عني اني كذاب؟ اذا كنت متخيل ان انا عشان طلعت على المعاش مش هقدر اوقفك عند حدك تبقى غلطان. صدقني انا هتصرف. انا عارف تمام كويس مع كل حد اتعاملت معاه يا مندور بيه، بس الظاهر بقى ان في ناس هي اللي مش عارفه تمامها. اقسم بالله اذا ما سبتها في حالها انا مش هسكت. وانا بقولها لك بكل صراحه، بنتك مش هسيبها. لو وصلت لدرجه الخطف هخطفها. راجل عرفته في حياتي. حد يبقى عنده القمر ده يسيبه كده لوحده؟ ما بيفهمش. تقول ايه بقى؟ اقول انا اذا كان عليا هقول كتير قوي حبيبي. طب يلا بينا على فوق. الو نوجة حبيبتي ازيك؟ قولي لي انت في المعرض ولا في البيت؟ لا يا حبيبتي انا في المعرض. في حاجه ولا ايه؟ لا ابدا، اصل كنت عايزاكي تعدي عليا في المكتب ندردش شويه. انا عندي مشوار مهم لازم اخلصه وبعد كده هرجع المعرض. ما ينفعش يعني تكنسلي المشوار ده وتجيلي على طول؟ لا مش هينفع، دول ناس انا مديهم ميعاد من امبارح. لا طالما بقى مديهم ميعاد من امبارح يبقى اكيد لازم تحافظي على كلمتك وتروحي. في ايه يا غاده؟ في حاجه؟ ما تقولي دلوقتي وتخلصيني. لا اصل اللي عندي ما يتقالش، ده يتحس. عموما خلصي مشوارك انت وتبسطي وبعدين بيعدي عليا. طب انا هاخر مشواري شويه وهجيلك دلوقتي. شطوره، هو ده الكلام. يلا حبيبتي مستنياكي. باي باي. يا نهار اسود، زومبي في الشارع. في ايه يا زيزو؟
ده وقت فرجة على افلام رعب. افلام رعب ايه ده بجد؟ اهو شاب في احدى صالات الديسكو يتحول لزومبي بسبب مخدر الفلاكة. هو في ايه؟ ده نوع مخدرات منتشر بره مصر، بس واضح انه بدا ينتشر هنا كمان. بيرفع درجه حراره الجسم فجاه وبيخلي الانسان مش قادر يسيطر على نفسه، بيبقى عدواني جدا. هو حصل فين الكلام ده؟ في ديسكو الفيديو اهو. طب ايه الناس اللي بتاخد المخدر ده بيبقوا مدمنين بعد كده ولا بيرجعوا طبيعيين تاني؟ معظم مدمن الفلاكه بيموتوا في الاخر، يا اللي بالانتحار بسبب الاكتئاب، يا اللي بيتجننوا لان عقلهم مش قادر يرجع زي الاول، او بعد فتره بقى بيموتوا لما وظائف الكلى تقف. ده الكلاب بتاع مهاب. مهاب مين؟ لا لا انا بس افتكرت حاجه عن اذنكم. لا لا استني، في انت خفتي ولا ايه؟ لا اقعدي اقعدي ما تخافيش، احنا بعد كده نمسك شوت جان في ايدينا بقى، واي زومبي نلاقيه معدي في الشارع نديله بطلقه في الراس كده، عشان الزومبي ما بيموتش الا بطلقه في الراس. وحشه؟ قوي. ازيك يا خير؟ اهلا يا اخويا. بقول لك ايه يا حاج؟ انت زي ما لبستني في حوار الفلاكه ده تخرجني منه. افهم يا غبي، اللي حصل ده عادي واحنا مالناش دعوه بيه خالص. يا حاج مالناش دعوه بيه ازاي؟ بقول لك بيتك انا هيتخرب، الواد رفع الحبايه وطاح في الديسكو كله، ده نفرين كانوا هيموتوا في ايده. اسمع يا حاج، انا مش هشتغل في حوار الفلاكه ده تاني ولا هوزعها. مش هتوزع ايه يا روح امك؟ ده انا دافع فيها دم قلبي البضاعه دي. وبعدين انت عارف احنا جايبين كميه قد ايه؟ ايه؟ هنشربها احنا؟ بعدين احنا لو ما عرفناش نوزعها هنقل في نظر الراجل اللي بيثق فينا بقاله سنين. يعني هنعمل ايه؟ يا حاج بقول لك بيتك انا هتخرب. الديسكو كان هيتشمع. اديك انت قلت الحل. مالناش دعوه بالديسكو. الديسكو ده مكان وله زبونه. الفلاكه ليها مكان تاني. يا نهار ابيض. بص عد صاحبه ازاي؟ بس تفتكر ده ليه سنانه ما قلبتش زي الزومبي؟ يا ابني اسكت بقى، بخيالك الطفولي ده. صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا بابا. ايه اللي رجعك بدري من جورنال؟ لا انا ما رحتش جورنال، انا كنت بشتري لبس النورهاني. لبس ليا انا؟ ما تقلقيش، هيجوا على ماسك. بس يا رب الذوق يعجبك. بجد انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ايوه يا هيلو، والعه خالص اهي. طب ايه بقى؟ مفيش حاجه علينا؟ ولا تقلق. ما تخليك مؤدب انا، انت عيب. كنتوا بتتفرجوا على ايه؟ على زومبي. مين؟ زومبي. زومبي ايه؟ زومبي وصل عندنا في مصر هنا. ايه الزومبي ده؟ الناس الاموات اللي هم بيتحركوا كده بالمنظر ده. يا نهار اسود، هي القيامة قامت؟ ده بجد يا بابا، لازم حضرتك تشوف الفيديوهات دي. مدام غادة موجودة؟ ايوه يا فندم. مدام نجلة ازاي حضرتك؟ الأستاذة لجت كل مواعيدها مستنية حضرتك، اتفضلي. هتفضلي بصالي كده كتير؟ ده انت حتى ما عزمتنيش على حاجه اشربها. في ايه غاده؟ ابدا، بطمن عليكي بس بعد سهره امبارح، لا يكون في اصابه كده ولا كده. بسطتي؟ لا والله، جمال هو اللي ممكن يجاوبك على السؤال ده. لا، ما هو اصل جمال ما يعرفش، انا وانتي بس اللي عارفين. هو انا ما قلتلكيش اصل جمال ما كانش موجود في سهره امبارح؟ ما كانش موجود؟ امال مين اللي كان سهران معايا؟ تفتكري شبحه؟ مش شبحه، صاحبه. تتخضيش قوي كده يا حبيبتي، ده انا برضو ستر وغطى عليكي. ده انتي الحله وانا الغطى. بس بصراحه زعلت منك قوي 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 يا نوجة. ايه الذوق ده؟ بقى جمال حبيبي جوزي يتخان مع عامر؟ كنت استنضفي. مش فاهمه تقصدي ايه. لا 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 يا نوجة عيب، احنا اتفقنا نبقى شركاء حلوين، والشركاء الحلوين بيلعبوا مع بعض ما بيتخانقوش، بس برضه ما بيخبوش على بعض حاجه. عايزه ايه يا غاده؟ بتلفي وتدوري على ايه؟ اموت انا في مربط الفرس. عايزاكي تكتبي لي معرض الموبيليا بيع وشراء، والا هبعت اللي صورهولك عامر لجمال، وانت بقى ما تعرفيش جيمي لو عارف انه بيتخان ممكن يعمل ايه. هو عامر مصورني فيديو؟ بأمارة قميص النوم الاحمر دم غزال، يا متحني انت
تعرفي انا زعلانه منك قوي يا نوكا، كنت فاكراكي صاحبتي كده تستخسري فيا قميص النوم، بس يلا معلش انا قلبي كبير. عموما خلي الفلاشه معاكي واتفرجي عليها براحتك، كيف تكوني ناسيه حاجه كده ولا كده، وانا بقى هستنى منك تليفون علشان نخلص اجراءات المعرض، بيع وشراء.